عمر والله شوف هاك بلا التراكتور هذا ماشي جاي البطاطا والله العظيم شكون ماشي يصب له في المازوت والماء يدور وكذا لشكون خويا لشكون هذا جديد واكلوا الملعب وما فيش حتى كرسي صحيح وما وفيستيرات ما تنجمش تدوش فيها لشكون معناه علاش نزيد نضيع عني الفلوس كيما هكا عليه عليه نزيد نضيع عني الفلوس يا ودي ملعب شاد لي زوتين يتكسر الكل ويتعاود يزم الترقيع هاك تشوف فيه انت ستاتوس اترقع شيء ما فما يا ودي يزم الترقيع هذا الكل لازم يتيح بالصبوره لا ما عنده يجي 60 عام عيب راهو عيب هذا اجرام في حق الرياضه احنا ما عندناش استاديت وهو مازال يمشي بالتراكتور والله لا فهمتوني فاش يعملوا اللي يظهر لي في باله قالوا لي الكاميرا جاي قصد ربي الراجل يعرف فاش تعمل يا ودي يعرف عمار ضرب حمار والله نقعد بيت ساعات ساعات يعملوا حويج حشم حتى يتفرج يقول لك الناس انا بدك اجي ندرب انت تلوم على انت تلوم تبع على الواحد انا مش نلوم على الاخيين اللي خدموا الفتيره ذي الله يهديهم توا حتى التيتر ملعب الملعب اللغز بعد ما تفرش الفيتير ولا ملعب الالغاز بالنسبه لي انا ملعب الالغاز انت وقالها مين قبيله كي تجيب مسؤول مش يعطيك الحل مش يعرض عليك المشكل مش يعطيك الحل وسامي جبد على زويتن والتاريخ نتاع زويتن احنا منتخب الوطني نحضروا في كاس افريقيا 94 داخلين منعونا باش ندخل نترناو في زويتن شكون اللي عس على البير قال لك ما عنديش تصريح تابع لشكون الملعب هذاك مش تابع للدوله التونسيه واحنا منتخب تونسي لابسين نجمه وهلال باش ندافعوا على تونس ولا مش ندافعوا على تونس كيفاش انت تمنع منتخب وما صارتش مره صارت مع النادي الافريقي ومع برشا نوادي اخرين لكن انا خلي هذوما الكل المنتخب الوطني يمثل بلادك وانت قادم على كاس افريقيا فبالتالي تستغرب نقطه اخرى وش بدا عمار قال طيح الكل واعمل كل الملعب اللي تحت تصرف شكون عاد بلدية تونس بلديات نتاعنا ولات سلطة محلية ولا مش محلية نعم. ولات سلطة محلية معناها القائم على الأشغال البلدية تونس وهي أغنى بلدية في الجمهورية التونسية الكل مداخيلها لا تقارن حايرة في ملعب ما تنجمش تعمل الصيانة نتاع الملعب هذا قال لك ستة خدامة عملوا جرياج 200 مليون اي قال لك ستة خدامة يخدموا في ملعب هذا معناها شهرية قارة ويخدموا في ملعب اللي هو مهجور بالتالي فما مال عام ماشي ابار التراكتور اللي حكيت عليه فبالتالي الموضوع هذايا موضوع نتاع الغاز موضوع ملعب هذايا نتاع الغاز يا خويا فوت فيه في دراسيوك العام قالت نكريه من عندك لمده طويله والصيانه عندي وكل شيء عندي انا ونعطيك مقابل مادي وسلم ترتاح من الشارج وترتاح من كل شيء قال لك لا باهي يصلح الملعب هذايا قال لك ما نصلحوش الى حد الان الملعب قاعد مسكر والشارج قاعد يمشي على شكون على الدولة التونسية في دوز أكاديميرا خلينا نسأل رضوان التحليل والتفاعل مع هذه الصور الصادمة معناها صار في البلاتو لكن اليوم نحكيه على المحاسبة من يحاسب من يراقب من شكون اليوم المسؤول نجم نحاسبه على هذه الوضعية المزرية اللي وصلنا للملعب ثم على عملية الغلق المتواصلة دون تقديم تفسيرات مقنعة للرأي العام والله هذا هو الفولي اللي حبيت نحكي عليه لانه الاولاد مازالوا ما طرقوش ولا تبارك الله عليك عادل ما شاء الله سينو حبيت نقول لهنا راهو جبنا المسؤولين هذوما حتى في الفيتير باش نسالوهم شكون المسؤول على الحاله اللي وصل لها زويتن وشكون وعلاش مسكر وعلاش مسكر اكزاكتومون اذا بهم هما يسالوا فينا ويعملوا لنا في كونستان تاع سيتياسيون كيما خلك انا شفناه الملعب وعندنا سنين نشوفوا فيه لهنا يحكي لك على 200 الف دينار خلك من بعد مشات والله يكلمونا كاف خلونا زايد المصروف ايش كنت حم هذا مش اهدار من العام هذه الصفقات العموميه في علاقه بالمنشات الرياضيه اليوم حان الاوان وان الاوان ان نحلوها كيفاش يصير الصفقات وناخذ مثال على هذا ملعب 15 اكتوبر بنزرت تقريبا 10 و15 سنه معناها عاود صلح زيد نفس الشيء فلوس. اللي صار في استاد سوسه والى حد الان ما غير لا تحقيق ولا والو نفس الشيء باش يصير في صفاقس دونك هذا موضوع لازم يتطرقوا له اعلى هرم في السلطه كيما حكى امين بكري نداء من هنا يا خويا لرئاسه الجمهوريه هذه راهي مثال لاهدار المال العام ماذا بينا يتحل دوسي تو الناس كل كي تتضرب على يدها تو تشد ثنية او موا نصلحوا من رواحنا ولهنا يحكي لك الراجل على شوديير او على هذا شنو شوديير تو ملعب ما في حد شيء كما كان يحكي لك يصلحوا انت تحكي لي على شوديير ماذا بينا شويه مسؤوليه من الناس اللي يشدوا مسؤوليه كيما هكا